لفائدة السيارات الموردة للأشخاص الحاملين لإعاقة، لكن بمقتضى قانون تنحات الامتيازات. هذايا اليوم عدد كبير خاصة من الجمعيات الناشطة في هذا المجال طالبت بإعادة هذه الامتيازات، حتى اليوم يقول لك أقل حاجة معناتها احنا نجموا نتمتعوا بها هي سيارة يكون فيها امتياز جبائي، خاطر أنواع السيارات هذوما غاليين، مش كما السيارة العادية اللي تباع المواطن لأنه يصير عليها تغييرات من بعد حتى تكون ملائمة للوضعية متاع كل شخص، تولي غالية برشا معناتها السيارة. وسمعنا أنه حتى نداءات كانت عبر المصدح متاعنا لعدد اليوم من الجمعيات اللي قال لك يا خويا شوفوا لنا حل ونحيوا لنا القانون هذايا. اليوم فما مبادرة تشريعية تقدم بها 30 نائب في البرلمان من أجل مشروع قانون جديد اليوم سيعرض على البرلمان وسيتضمن امتيازات جبائية وإعفاءات لفائدة سيارات المعاقين. سعيدة جدا باستضافة النائبة بالبرلمان سيدة ريما الصغير، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور. مرحبا بك هدي، مرحبا مرة أخرى. شكرا لفضلك، مرحبا بك. مقترح آخر ديما في كل مقترح تكون حاضرة معنا، احنا نفرح الأمومة إلى مقترح ذوي الإعاقة. وعلى يعطيكم الصحة، كل المقترحات اللي عندها معناتها بعد اجتماعي أكيد جدا المواطن يستناها ويفرح كي يسمع اليوم أن البرلمان قاعد يخدم على التغيير نحو الأفضل. هي تعطينا أكثر فكرة على هذه المبادرة التشريعية اليوم اللي تقدمتوا بها. والله المبادرة هذه تندرج معناها ضمن عدم ملائمة الفصل الشهير هذه الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2023، لأنه بمقتضى الفصل هذايا تم تنقيح شروط إثنيات الامتياز الجبائي للسيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا عند التوريد، يعني تم التخفيض في سعة الاستواء المحرك المسموح بها، وذلك معناه في إطار ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة للعربات المعدة خصيصا لذوي الإعاقة الجسدية. ويعتبر هذا الإجراء معناه حسب تقدير هذه الفئة وحسب تقديرنا معناها بعد ما سمعناهم في العديد من معناها حتى قاموا بعديد من الوقفات معناها أمام المجلس النواب، احنا اليوم نعتبر صوتهم بهذه المبادرة. الإجراء هذا يعتبر حسب تقديرهم وتقديرنا نيلا من الحقوق المكتسبة لذوي الإعاقة والحد من حريتهم المضمونة بالقانون والتضييق عليهم بحرمانهم من الانتفاع بحقهم في توريد سيارة تتلائم مع حاجياتهم. هذا تنقيح للفصل 47 من قانون المالية سنة 2023 باش يلغيه تماما ولا باش يحدث بعض التعديلات فقط في المبادرة اللي قدمتوا به؟ هو ماشيين يعني في الغاء تماما، والفصل 49 جديد. فصل جديد، فصل 49. نعم 49 جديد، الفصل 49 جديد. اي تطبق نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات السيارة المعدة لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية عند التوريد الواردة بالجدول التالي: سعة الاستوانة ولا تتجاوز 1300 سنتيمتر، سعة استوانة تتعدى 1300 كفاش لا تتجاوز 1600، سعة استوانة تتعدى 1600 سنتيمتر وتتجاوز 2000 سنتيمتر، تفصيلي يعني جدول تفصيلي فيه نسبة الأداءات يعني اللي يدفعها المعاق اثناء توريده لهذه السياره حسب ما معناها اقتراحات هذه الفئه اللي تلائموا معاهم. معناتها انتم قعدتوا معاهم شفتوا شنو احتياجاتهم شنو هي احنا المبادره هذه هما اش قالوا هما اش حبوا احنا حكيناها لهم في المبادره هذه. هما طالبوا بارجاع قانون الامتياز نتاع 2017. اي حطيتوه ولا ما حطيتوش هذا؟ 2017 باش يعني في انتظار الجلسات، لانه هو القرار مر الاسبوع الفارط في مكتب المجلس، مر الى لجنه الماليه في انتظار الجلسات الاستماع مع وزاره الماليه ولا وزاره الشؤون الاجتماعيه، هناك معناها اقتراحات معناها باش نزيدوا نوسعوا فيه باستنادنا لقانون ان شاء الله 2017. واضح جدا. وقتاش نجموا نحكيوا عليه اليوم في النقاش القانون هذا ان شاء الله اذا كان مر اليوم الى مكتب المجلس؟ والله مر هو على مكتب المجلس، مر ومشى للجنه الماليه قلت لك، ولكن اللجنه الماليه اليوم معناها في سباق ماراثوني مع قانون الاقصاء المالي، اخذ لنا حيز كبير من الوقت، نتكلم فيك يعني باعتباري عضوه في لجنه الماليه، معناها مازلنا نكملوا القانون هذا وقدره الله نمر قانون ذوي الاعاقه على النقاش ومفتوحين على المبادرات كل الاقتراحات الكل.
شكرا لك سيدري ما تغيري فضلك على الصحة. شكرا على كل هذه التفاصيل. شكرا للنائبة بالبرلمان، شكرا لتكزين على اللقاء. احنا موصلين معكم لقاءنا.